السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بخير. إذن الله بهالفيديو راح أشرح لكم على The Negative Half-Wave Rectifier اللي هي الدائرة اللي تقص نص الحلقة السالب وتبقي بس نص الحلقة الموجب من الموجة مالتنا إحنا. هاي الدائرة تعتبر شوية معقدة نوعا ما. ليش؟ لأن هي نوعا ما شون يعني واحد ما يعرف هل هي حاليا بيها فيدباك لو ما بيها فيدباك. أول شيء بس قبل أن نشرح الفيدباك بس أوضح لكم الأربعة كالعادة مربوط على طرف سالب والسبعة على طرف موجب. عندي الانبوت مصدر AC 12 فولت بيك تو بيك، معناته يصعد موجب 6 وينزل للسالب 6. الستة هو اللي عليه الأوتبوت، بس هاي الدائرة من الدوائر النادرة اللي بيها الستة مو رأسا الأوتبوت ينوخذ من عنده من الأوسيسكوب، لا، وإنما ورا الستة أكو دايود. هذا الدايود من عنده تنوخذ فولتية الاوتبوت. طبعا هذا الدايود حاليا بهالقطبي اللي هو الموجب على الاوتبوت مال الاوبريشن امبليفاير والسالب على الاوسيسكوب، هذا يسمونه نيجاتيف هاف ويف ريكتيفاير. مجرد بس نعكس القطبية مع الدايود نحط السالب على اليسرى والموجب على اليمنى يصير بوزيتيف هاف ويف ريكتيفاير. اني بهالشرح مال هالمزمة شارح لكم النيجاتيف هاف ويف ريكتيفاير. البوزيتيف هي بس مجرد عبارة عن عكس الدايود وكل شيء حيشتغل بالعكس. شنو المعقد بهالدائرة؟ المعقد بهالدائرة بان احنا ما نعرف حاليا مالتنا الدايود قاعد يشتغل انه هو شورت سيركت لو اوبن سيركت. اذا شورت سيركت معناته هنا اكو واير وانا عندي نيجاتيف فيدباك، معناته اكو عندي فد واير من الست للاثنين وهذا قاعد يشتغل بشكل طبيعي. اما اذا هذا الدايود حاليا هو اوبن سيركت معناته انا ما عندي هذا الواير، معناته قوانين الاوب ام كلها ما تشتغل. الدايود مالتي شو وقت يصير شورت سيركت وشو وقت يصير اوبن سيركت؟ هذا الشيء بس شويه تذكير لكم للالكترونكس اللي اخذتوها بالمرحله الاولى. ترى الدايود يصير شورت سيركت ما معناته بان هو السلك اذا كان هو فورورد بايز، معناته هو بالانحياز الامامي، احنا اذا انسلط عليه فولتيه بنفس قطبيته، يعني موجب على الموجب وسالب على السالب يصير مالتي الدايود شورت سيركت. اما احنا اذا سلطنا عليه فولتيه سالبه معناته سالب على الطرف الموجب وموجب على الطرف السالب يصير ريفرس بايزد، اللي هو منحاز عكسيا. لما ينحاز عكسيا يصير هيتش اوبن سيركت اللي هو قطع ماكو اي شيء عباره. هذا الشيء شلون حيصير؟ شو وقت حيصير هو فورورد بايز وشو وقت يصير ريفرس بايز؟ المفروض اشرحكم في الدائرة اسمها الكومباريتر، بس هذيك الدائرة نوعا ما معقدة. عمود تفتهموها عندكم بس تعرفون فد قاعدة، بنيابة مالتنا الاوبريشن امبليفاير اذا بلحظة معينة ما بي فيدباك، يعني ما بي هذا الواير اللي راجع من الستة للاثنين او من الستة للثلاثة بوزيتيف فيدباك سواء كان او نيجاتيف، فمعناته هو حيشتغل في فد وضعية اللي هي يسموها الساتشوريشن للتشبع. هاي شنو معناتها؟ إذا أنا جاية الفولتية على طرف 3 أعلى من الفولتية على طرف رقم 2 فالأوتبوت حيطلع لي موجب. ليش؟ لأن الفولتية المسلطة على طرف الموجب أعلى من الفولتية المسلطة على طرف السالب. أما أنا إذا جايتني فولتية سالبة على طرف رقم 3 فحيطلع لي الأوتبوت سالب، اللي هو سالب VCC، سالب 10 تقريبا. ليش؟ لأن الفولتية المسلطة على طرف رقم 2 أعلى من الفولتية المسلطة على طرف رقم 3. ليش؟ الفولتية المسلطة على طرف رقم 2 هي الصفر اللي هي الجراوند. الصفر أعلى من الأرقام السالبة بس أقل من الأرقام الموجبة. هذا الشيء هسه حنشوفه بإذن الله بهذا الشرح. نجي نباوع. Draw the output voltage for the circuit shown above and explain how the output voltage resulted from the input voltage. ارسم فولتية الإخراج الدائرة المضحة علىه وفسر كيف نتجت فولتية الإخراج من فولتية الإدخال، علما بأن فولتية الإدخال مثل ما مضح عدناها على اليسار عدنا 12 فولت بيك تو بيك، مع تصعد الموجب 6 وتنزل السالب 6. كالعادة رأسا أرسم لكم فولتية الأوتبوت شلون حتطلع، بس هي مو حزورة، هذا الشيء صار وراء حسابات كلش طويلة. أتمنى بإذن الله بالمحاضرة مال اليوم تركزون وياي لأن بصراحة هاي من أصعب الدوائر من ناحية الشرح. نجي How did the output wave result from the input wave؟ شلون نتجت ماتي فولتية الإخراج أو موجة الإخراج من موجة الإدخال؟ نجي نشرحها واحدة واحدة. أول شيء خلال نص الزمن الموجب مالتي بهالفترة جدا يصير بالدائرة مالتي، وبالتالي جدا يصير بالدايود وجدا يصير بالأوتبوت. شنو هاي؟ هاي هيج ماكو شيء. وبس سوري بالغلط فتحته. نرجع للمحاضرة. ولما ماتي الانبوت سالب جدا يصير بالدائرة ماتي من ورا الدايود ايش قاعد يصير بيه؟ نوضحها هنا واحدة واحدة. أول شيء عندي بجزء الموجب اللي بيها الانبوت من الصعد من الصفر للستة، من الستة يرجع ينزل للصفر. باش حيصير؟ حيدخل جزء موجب، بس أنا قاعد نشرح بس جزء الموجب، تيجي هنا فولتية موجبة وهنا عندي الفولتية صفر. ليش؟ الطرف الماينس مربوط للجراوند من خلال هاي المقاومة. هنا ايش قاعد يصير؟ بما ان الفولتية المسلطة على طرف الموجب أعلى من الصفر، أي رقم موجب أعلى من الصفر، إذا حيطلع لي هنا موجب VCC.
مو جا في سي سي، هاي قاعدة بالكمباريتر بإذن راح تتوضح لكم بعدين، بس سيتكم تعرفوها كأنها حفظ. إذا الفولتيل مسلط على طرف البلس أعلى من الماينس وإحنا ما متأكدين من وجود فيدباك أو من عدمه، فحيطلع لي مو جا في سي سي. أما إذا هي أقل فحيطلع لي سالب في سي سي. زين، لما موجب في سي سي معناته ده يجي موجب على طرف الموجب مال دايود، هذا الطرف موجب مال دايود، ده يجي هنا فولتيه موجبه، وده يجي فولتيه سالبه على طرف السالب. اذا مات الدايود ده يصير فورورد بايز، معناته انحياز امامي. لما الدايود يصير فورورد بايز، اذا هو بالانحياز الامامي، من باب التسهيل الرياضي اعتبر هنا بان هو دايود مثالي اقدر استبدله بسلك، مو هاي المقاومه الداخليه ومصدر فولتيه قيمته 0.7 اذا كان سيليكون، 0.2 اذا كان جرمانيوم، لا هيك من باب بساطها اعتبره سلك. خلينا نشوف ايش حيصير. since there is a negative feedback، بما اني عندي هنا خط تغذيه عكسي السالب اللي هو هذا الواير من الستة للاثنين، اذا في ماينس تساوي في بلس، باعوا الفي بلس هي نفسها الفي انبوت، الفي ماينس هي نفسها الفي اوتبوت، هاي الفي اوتبوت رأسا ما رايح عليها واير الفي ماينس. اذا بهالحاله في اوتبوت تساوي لنا في انبوت. هسه احنا فسرنا بان لما الانبوت ماتي موجبه الاوتبوت كذلك موجب. بهذا الجزء ماتي دائره تقل دائره البفر، دائره البفر اللي هي اول دائره شرحت لكم اياها اللي هي فولتيه الاوتبوت بالضبط نفس فولتيه الانبوت. اذا الله ما عندكم اي استفسار على هاي الدائره لحد الان. نجي على النص الاخ، طبعا اذا عندكم اي استفسار شيء اعتيادي اكتبوا لي بالتعليقات باذن الله ما راح اقصر. هسه راح نشرح لما ماتي الانبوت سالب، لما ماتي الموجه مال ادخال سالبه، ايش قاعد يصير بالدائره ماتي؟ لما ماتي الموجه سالبه اللي هو هذا الجزء من موجه ادخال، ايش راح يصير؟ راح يطلع لي بين الاوتبوت من الاوبريشن امبليفاير سالب في سي سي. ليش؟ هنا تجي فولتيه سالبه، والفولتيه المسلطة على طرف رقم 2 هي صفر، الصفر أعلى من أي رقم سالب، إذن حيطلع لي هنا السالب في سي سي. سالب لما يجي على الموجب ما دايود، الدايود ماتي حيصير open circuit، open circuit معناته هيك قطع، ماكو أي توصيل. تلاحظون هسه الأوبريشن أمبليفاير مالته الأوتبوت ما مربوط على الأوتبوت اللي إحنا قاعدين نقيسه. اذا القوانين الاوبريشن امبليفاير كلها ما نقدر نستعملها هنا. هسه نلاحظ ان اوتبوت ماتي هو عباره عن اوسيلوسكوب مربوط على مقاومه مربوط على جراوند، وكانه هذا الفي سي سي ما هو، والسالب في سي سي ما هو، والاي سي ما هو. ليش؟ لان احنا رابطين الاي سي، صح رابطي، بس مات الاوتبوت ما مستعملي، وكانه هنا قطع تام، ماكو اي تيار، ماكو اي شيء قاعد يعبر. اذا هسه انتوا اذا جبتوا جهاز يقيس فولتيه حطيتوه على مقاومة وطرف الأخ من المقاومة للجراوند، ودائرة ما بها لا مصادر دي سي ولا اي سي، كلها مقطوعة، كلها open circuit، شو راح يقرأ عندكم الفولتية؟ صفر. هذا الصفر هو اللي قاعد يسوي هالخاصية، وهذا الشيء هم مترجم لكم يعني هنا. since there is no connection to the output of the op amp، بما أنني ما عندي ربط للإخراج مع الأوبريشن أمبليفاير، إذا معادلات الأوب أمب غير صحيحة في هذه الحالة. And therefore the output of the circuit is connected to the ground through the resistor. ماتي الاوتبوت مربوط للجراوند خلال المقاومة. إذا V out تساوي لنا صفر. وهذا الشيء هم عندكم توضيح. V out تساوي لنا صفر اللي هو هذا الخط بالضبط أفقي ويا الصفر لما فولتية إدخال ماتي سالبة. أطبق الموجتين، عندي هاي موجة الإدخال كما هي. موجة الإخراج لاحظنا بأن هي تساوي لنا موجة الإدخال لما موجة الإدخال ماتي موجبة، وتساوي لنا صفر لما موجة الإدخال ماتي سالبة. هاي هي الدائرة، هي النيجاتيف هاف ويف ريكتيفاير. أعرف أن هاي الدائرة كلش معقدة، ولذلك الله عليكم عندكم أي استفسار أي شيء كتبوا لي بالتعليقات بإذن الله ما راح أقصر وياكم. أوكي؟ بس هنا هيك ملاحظة أخيرة، البوزيتيف هاف سايكل اللي هي قصاص نصف حلقة الموجب يشتغل بالاتجاه المعاكس. اعتبرته المثال الخامس، هو عبارة عن بس نعكس قطبية الدايود، هذا الدايود وينه بالرسمة الأولى؟ هذا الدايود، بس نعكس قطبيته يصير بوزيتيف هاف هاف ويف ريكتيفاير. أوكي؟ شباب بإذن الله فهمتوا عليه، أي استفسار أي طلب عندكم كتبوا لي بالتعليقات بإذن الله ما راح أقصر. شيء اعتيادي هاشتاج خليكم بالبيت، إن شاء الله تعدي هالأزمة على خير. تحياتي شباب، مع السلامة.